أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كيف يعرف العبد أن هذا الذي قدره الله عليه هل هو عقوبة أو أنه ابتلاء من الله وامتحان؟ يشوف نفسه، يشوف نفسه ويحاسب نفسه. إذا كان عنده معاصي وسيئات فهي عقوبة وتنبيه من الله له على لأجل يتوب، وإن كان ليس عنده ذنب، لكن ما أحد ما عنده ذنب أبدا إلا ما شاء الله. إن كان ما عنده، إن قدر أنه ما عنده ذنب فهي إما رفعة لدرجاته، قد الإنسان يكتب له درجة في الجنة لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله بالمصائب من أجل أن يرفع الله بها درجاته عنده سبحانه وتعالى. الله حكيم عليم، لا يضيع لعبد شيئا ولا ينتقم يعني قدر الأشياء لأجل الإضرار بالشخص، وإنما يقدرها لمصلحة المؤمن، هي لمصلحة المؤمن دائما وأبدا. أما المنافق والكافر فالله يقدرها عقوبة، عقوبة عليهم. ولهذا قال: وليمحص الله الذين، لما حصلت وقعة بدر، وقعة أحد، حصل على المسلمين فيها ما حصل، قال الله: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا حكمة من الله سبحانه وتعالى، فهي للمؤمن تمحيص، المصيبة للمؤمن تمحيص، وللكافر عقوبة محق، هذا بلا شك. فالمسلم يحاسب نفسه ويعلم أن ما أصابه شيء إلا بسبب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. نعم.